ماما ولا قولي بونجور بالاول. حضرة ستك مشارفة من فرنسا بعد بكره. عن جد تيتا جاية؟ عن جد تيتا جاية؟ عشان بسطتك لهالقد؟ لاني اشتقت لها، صار لي زمان ما شفتها. خبريني انت مين قال لي؟ حضرتها بتعرف عليك امبارح وبشرتنا انه مشارفة تيجي تقعد هون شهر. شهر بس؟ شهر بس كريم بكشي براسك امي. شهر مسئلتي، انا كنت رحت فيها لما سمعت شهر. وحذر يبيك شو قال. شو؟ اسمع هالكلام اللي بسمى البلن، قال بده ينزلها عنا هالشهر. ايه ليش، وين بده ينزلها اساسا؟ ولو بالاوتيل. معقول ينزلها باوتيل؟ ولو المرة جاي من فرنسا لهون وما بتعرف حدا غيرنا، بده ينزلها باوتيل. ايه شو فيها ينزلها باوتيل؟ على كل حال بيك كل يوم رح يروح شق عليها. لا يا ماما، الحكي اللي عم تحكيه اسمحي لي فيها، بس منه منطقي ابدا. لا منطقي، وهيك بيكون عم يعمل من امتى؟ وانا مستعد انزلها باوتيل 5 نجوم. عم بيعمل من امتى؟ ايه لا، هيك بيكون عم يشحطها بالذوق. ايه اذا التيتا بتعرف قبل ما تيجي انه البابا بده ينزلها باوتيل، ايه بتبطل تيجي. عن جد عم تحكي؟ إيه هلا راح ادق لها. ماما حرام عليكي، البابا مشتاق لها كثير، صار له 3 سنين ما شافها. ايه انا ما عندي مانع يروح يقعد معها بالاوتيل. ماما عم تحكي وعم تتصرفي مثل اولاد صغار، اسمحي لي فيها يعني، بس ما حدا بيعمل عملتك. معقوله التيتا جاي من فرنسا لعنا لهون لحتى تشوفنا وتقعد معنا شهر، نقوم نقول لها روحي انزلي باوتيل، يعني بعد ما حدا سبقك عليها هيدي؟ لك ما حدا عنده اخلاق وما حدا مربى وما حدا مهذب بيعملون هول التصرفات. ما حدا لك، حتى الانسان المتحضر عدوه بيستقبله ببيته وبكرمه لحتى كان فال. تحملي اياها هالشهر، ما بيصير شيء امي. هيك بدي اياكي كبيره بنظري، بدي اياكي متحضره مهذبه. امي شوف حالي فيها. ليكي بنتي، لو حميتك جاي من فرنسا تقعد عندك شهر، هيك كنت عملتي؟ بتعرفي ماما، بالرغم من كل شيء القتل منه فكرة عاطلة أبدا. إيش كنت عند كريم؟ إيه. كيف هي البنت؟ تقبرني، ما شفتها كانت بالجردري. وكريم منيحة؟ إيه ريتها تقبرني إن شاء الله، بتجني. وفادي؟ ما بعرف، ما شفته، ما سألت عنه. محبة، خبريني شكيتي لهمك لبنتك؟ ليك سليم، ما تمزح معي بهالموضوع ولا تذكرني فيه، بإنسان بدني. صار لك زمان ما شفتيهاش أمي، ما اشتقتي لهاش؟ لا. صار لك 3 سنين ما شفتيهاش. آخ مرقوا كان 3 أيام، كانوا أحلى سنين عمري. بدي أعرف ليش بتكرهيها هالقد الأمي، وبدي أعرف إيش عملت لك أمي. شو عملت لي؟ شو نسيت شو كانت تعمل فيي قبل ما يبعت وراها خيك جورج لتقعد معه بفرنسا؟ لك روح يا جورج، الله يوفقك ويخلي لك مرتك وولادك. ليك انا من قلبي من جوا بحبه لجورج. ايه بستغربش. ليك سليم، امك ولا ممكن تقعد معي بالبيت، هيدا اخر قرار لإلي. شوف شو بدك تعمل، اعمل ايش بدك ياني اعمل يعني؟ الا ما تجيش، هيدي امي اللي خلفتني يا نايلة. ما هيدا سبب من الأسباب اللي ما خليتني أكرهها. يا نايلة، أمي مرة كبيرة، ويمكن هالسفرة تكون آخر سفرة لها، ويمكن هالمرة تكون آخر مرة مشوفها فيها. إيش بكي؟ ليش مش عم تقدري موقفي؟ بدك آخر مرة شوف أمي فيها، اجرحها وإكسر بخاطرها، وضل ندمان كل أيام حياتي على اللي عملته فيها. ليك سليم، رح أعمل معك اتفاق، مستعد؟ أكيد مستعد. إذا بتضمني إنه عن جد بتكون آخر سفرة لأمك، وإذا بتضمني إنه آخر مرة بشوفها بحياتي طيبة، أنا مستعد أقعدها مش بس ببيتي، بقلبي، ومش بس شهر شهرين.